احنا سابقا يقولون قوموا تعاونت ما ذلت. اذا بدت الحكومه ان شاء الله بالمساعده للايادي العاطله بالوقت الحاضر، لان هواي شباب عندهم طموح، عندهم اراده، عندهم كذا، عندهم شهاده وقاعدين بطاله. فلذلك لازم اكو حركه تبدي منين؟ من الجهه العليا هي الحكومه. خطوه جباره ومهمه بالنسبه للواقع العراقي، لانه اكثر هسه العمالات والشركات اكثرها اجنبيه، فاحنا نحفز ونشيد على ايد يعني الصناعه العراقيه بالتطور. كذلك تشغيل الايادي العامله العراقيه كي لا تكون هناك بطاله. والله الصراحه يعني خطوه بالاتجاه الصحيح وخطوه حلوه، يعني انه نشغل مصانعنا اللي متوقف من سنين، يعني من بعد 2003، وهم خطوه تشغيل ايدي العامل لهاي الشباب العاطله عن العمل، وهم نستغل اموالنا ما تروح للخارج يعني بالاستيراد ما استيراد، انه تشتغل داخل البلد. حياكم الله. صنع في العراق، ماذا يدور بفكرك عند سماع هذه العبارة؟ مكائن ومعدات غاصت في أعماق الغبار، بطالة مقنعة وقناعة مؤجلة، واقع تتلاقف الحناجر من مصنع لآخر، متى وماذا وكيف تعاد الحياة إلى هذه المعامل؟ إغلاق للأبواب بسبب استنزاف الموارد وشراكة مع القطاع الخاص لم تخرج بأي فوائد، ليبقى كل منتج محلي عن الأسواق غائب من روج سياسة الاستيراد، ومن أغرق المنافذ، ومن ضرب لوائح الممنوعات، من تاجر بقوت العراقيين في كل القطاعات. ألف سؤال يطرح على طالب السادس الذي يستيقظ في الصباح الباكر ليضع الإجابات في الدفاتر. حرارة الأجواء وانقطاع في التيار الكهربائي ومصاعب تتجول برفقة كل مراقب في لحظة يراد له أن ينفض الغبار عن بداية المقدمة ويقود للمستقبل الزاهر. أهلا بكم. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والمعادن الأستاذة ضحى الجبوري. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ست بصراحة خلينا نبدأ من الواقع للصناعة العراقية، شو نشوفه حضرتك؟ واقع الصناعة الحالية سابقا وحاليا، حاليا أفضل بكثير. نعم. من سابقا. حاليا تم وضع أسس صحيحة زين لعمل وزارة الصناعة والمعادن. هذه الأسس الصحيحة اللي تم وضعها خلال الفترة الحالية للحكومة الحالية يمكن ما راح نشاهد ثمارها حاليا، لا، لأن هاي صناعة استراتيجية ومشاريع عملاقة ضخمة، يمكن بعد سنوات راح نشاهدها، بس كعمل صحيح ومسار اتجهت باتجاه الوزارة، بدأت تعمل بالاتجاه الصحيح هي في الفترة الحالية. طيب سؤال تم. نعم. تم وضع رؤية كاملة منذ تولي الحكومة الحالية ومنذ استلام وزير الصناعة والمعادن، تم وضع رؤية كاملة للمشاريع الخاصة بوزارة الصناعة والمعادن،
الأولى خطوات الإصلاح والتطوير الخاص بمشاريع وزارة الصناعة والمعادن كانت في التركيز على الصناعات الاستراتيجية المهمة. الصناعات الاستراتيجية اللي تشمل الحديد والصلب، الأسمدة، الفوسفات، الكبريت، السمنت، هذه الصناعات المهمة. فعلى هذا الأساس تم إقامة مؤتمر الاستثمار المعدني في محافظة بغداد، وكان بحضور دولة رئيس الوزراء تم خلاله طرح هذه الفرص الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية، وأيضا إقامة المنتدى الشراكات الصناعية في محافظة البصرة كان أيضا بحضور دولة رئيس الوزراء. بإمكانك حضرتك تلخصي لي أبرز ما دار في هذا الاجتماع مع دولة رئيس الوزراء؟ الاجتماع اليوم؟ بلي، اجتماع اليوم كان على مصنع الصلب في محافظة البصرة. مصنع الصلب إن شاء الله سيكون افتتاح هذا المشروع الاستراتيجي المهم قبل نهاية هذا العام. هناك معوقات فنية، أكيد كل مشروع يعني جابها معوقات فنية، فكان التوجيه اليوم كان اجتماع طارئ لمعالي السيد الوزير مع الجهات المختصة بمشروع الصلب قبل حضوره لاجتماع دولة رئيس الوزراء. وجه أيضا الجهات المختصة بالإسراع بهذا المشروع. منذ استلامه للوزارة وزير الصناعة وعد العراقيين بهذا المشروع كونه مشروع استراتيجي ضخم. طيب، وهو تحدي كبير للوزارة، وكان اجتماع عن المعوقات. نعم. والآن تذكرين أنه تحدي كبير، شنو أبرز المعوقات اللي تواجه هذا المشروع؟ مشاكل فنية. كل مشروع تقابله مشاكل فنية بالعمل. نعم. فهذه مشاكل الفنية أكيد، بس المتلقي والمواطن ما يعرف شنو مشاكل فنية سطحة، بس يعني اسمحي لي، مشاريع ضخمة، مشاريع استراتيجية ضخمة، فمن أني أجي أنصب مكائن ومعدات وسيستم ونظام سيطرة إلكترونية، فأكيد هناك تصير مشاكل بالتشغيل، بالعمل، بالنصب، فهاي كلها يحتاج لها وقت. وكان من المقرر المهلة لافتتاحها قبل نهاية هذا العام. وهذه المعوقات راح تتمكن الوزارة من التغلب عليها؟ أكيد. طيب، أكيد. شكد نسبة الأياد العاملة اللي راح يشغلها هذا المصنع؟ هذا المشروع مشروع ضخم اللي راح يشتغل به هم عمال الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة البصرة. المادة الأولية اللي مستخدمة لهذا المشروع هو سكراب الحديد. سكراب الحديد راح يدخل كمادة أولية بهذا المشروع، وينتج ألواح حديدية اللي هي بلط الحديد. نعم. ويكون بلط الحديد مادة أولية لمشروع الدرفلة. أيضا مشروع الدرفلة تم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء خلال هذا. شنو هذا المشروع صدحة الدرفلة؟ ذكرت لحضرتك هذا المشروع ينتج الألواح الحديدية، هو المادة الأولية مادته هو سكراب الحديد. هذا يسموه الدرفلة؟ لا، هذا الصلب. زين، اللي راح يفتتح. زين. اما الدرفلة فافتتح، تم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء خلال هذا العام. طيب، هذا ينتج حديد التسليح. حديد التسليح اللي يستخدم حديد التسليح باقطار مختلفة. نعم. تصل لحد 32 ملم من الحديد. زين. ينتج هذا الحديد، يتم انتاجه وفق مواصفات عالية. وتم تأهيله بدعم حكومي وبجهود استثنائية كان متوقف منذ سنوات طويلة جدا. زين. تم تأهيله وتم افتتاح هذا المشروع. زين. مصنع خلال التسليح ومصنع الصلب إن شاء الله اللي راح يفتتح. نعم. قبل نهاية هذا العام، شقد راح يوظف من العراقيين؟ مثل ما ذكرت لحضرتك يعني أكيد هناك مشاريع استراتيجية ضخمة ستكون جديدة لوزارة الصناعة والمعادن. عندنا في محافظة البصرة لدينا مشروع المدينة الصناعية المتخصصة بالحديد والصلب. هذا المشروع تم استحصال موافقة اللجنة العليا للإعمار والاستثمار على إقامة مشروع المدينة الصناعية المتخصصة بالحديد والصلب في محافظة البصرة على مساحة 3000 دونم. هذا المشروع راح يوفر فرص عمل ما يقارب 12000 فرصة عمل. 12000 فرصة عمل بالإجمالي لو للمصنع الواحد سطحه؟ لا، بالإجمالي. بالإجمالي. طيب، أريد أسأل حضرتك، هو بصراحة كم مصنع عندنا متوقف؟ عندنا المصانع التابعة لوزارة الصناعة والمعادن 204 مصنع، المتوقف منها 104. 104 متوقف. زي. تم تشكيل لجنة من قبل السيد وزير الصناعة. نعم. والمعادن منذ أكثر من سنة لدراسة واقع حال المصانع المتوقفة. المصانع المتوقفة أغلبها مصانع قديمة، تكنولوجيا قديمة.
قسم منها لا يمكن لا جدوى من إعادة تأهيلها أو إعادة العمل. مثل أي مصنع؟ كثير من المصانع لا يمكن إعادة تأهيلها، مصانع يمكن إعادة تأهيلها وتم إعادة تأهيلها وافتتاحها. عندنا مصنع اسمنت القائم تم إعادة إعماره مرة أخرى وافتتاحها، والآن ينتج السمنت المقاوم ويجهز المحافظات. إطارات بابل، معمل إطارات بابل في محافظة النجف الأشرف أيضا تم تأهيله وتعزيزه بمكائن وخطوط إنتاجية حديثة ومتطورة وتم افتتاحها. وقسم من المصانع التي لا جدوى من إعادة تأهيلها لأنه تكنولوجيا قديمة تم طرحها خلال المؤتمرات اللي أقامتها وزارة الصناعة والمعادن، تم طرحها إلى شراكة مع القطاع الخاص وفق قانون الشراكة الخاص بوزارة الصناعة والمعادن. وتم على خلفية هذه المؤتمرات اللي أقامتها الوزارة تم توقيع 4 عقود شراكة، 2 منها في محافظة نينوى مع الشركة العامة لكبريت المشراق. العقد الأول في حقل اللزاقة، مشروع متكامل لاستخراج وتصفية الكبريت وبطاقة 2,500,000 طن سنوياً، والمشروع الآخر أيضاً في محافظة نينوى في حقل المشراق، هذا المشروع متوقف من 2003. الآن دخلنا بشراكة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتطوير مشروع الكبريت المصفى. طيب تمام. وقعنا عقد أيضا للأسمدة الشمالية، مشروع الأسمدة الشمالية في بيجي، هذا المشروع ينتج الأسمدة الفوسفاتية المركبة لدعم القطاع الزراعي. وأيضا وقعنا عقد رابع لكربونات الصوديوم في محافظة الأنبار اللي هي مادة أولية بصناعة الزجاج والصناعات الأخرى. كل هذه المشاريع لها سقف زمني سطحها؟ أكيد أكيد لها سقف. هاي مشاريع استراتيجية، يمكن 3 سنوات إلى 4 سنوات يلا يمكن المواطن يلمس افتتاح هذه المشاريع. مشاريع ضخمة ست. طيب قبل فترة استضافينا مدير شركة أدوية سامراء وتحدث عن المعاناة الكبيرة بالتعاقد الحكومي مع الشركات الحكومية ومع القطاع الحكومي، شلون علاقتكم ببقية الوزارة ستح؟ القطاع الحكومي تعاقدات لدى وزارة الصناعة مع القطاع مع الجهات الحكومية الأخرى كبيرة وكثيرة. لدينا وزارة الكهرباء، أغلب إنتاج شركة ديالة، كل إنتاج كامل إنتاج شركة ديالة يجهز إلى وزارة الكهرباء، إنتاج محولات التوزيع ومحولات القدرة، المقاييس الكهربائية. شركة أور في محافظة الناصرية، هذه أيضا ينتج القابلوات بكل أقطارها، كامل الإنتاج يجهز إلى وزارة الكهرباء بالإضافة إلى وزارة النفط. فلدينا تعاقدات حكومية كثيرة مع جهات حكومية. طيب صنع في العراق شعار رفعه الجميع، وانت تدرين هذه النقطة ست، لكن ما مدى التزام المواطن بهذا الشعار؟ المواطن حاليا بدأ يلمس انه صنع في العراق افضل من المستورد، وهو اختيار المواطن. انا حاليا انزل الى السوق، اكو مستورد واكو صنع في العراق، حضرتش نفس الحالة، ينزل إلى السوق مستورد وصنع في العراق، فهو له الحق باختيار المستورد أو صنع في العراق. هناك حالات كثيرة مثل السمنت، السمنت المواطن يفضل استخدامه بالبناء أكثر من المستورد، لأنه السمنت اللي يصنع في المعامل التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن بجودة كبيرة جداً وبشهادة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كأفضل منتج سمنت ضمن المنطقة. فالمواطن من يريد يبني يتجه إلى السمنت الخاص بوزارة الصناعة والمعادن. طيب. وكثير من المنتجات حالياً، قبل لا أدخل إلى الاستوديو كنت أتحدث مع زميل فقلت له المقاييس الإلكترونية، المقاييس الكهربائية، المقياس الكهربائي اللي تنتجه شركة ديالة أفضل مقياس تستخدمه وزارة الكهرباء في البيوت، لأنه مضبوط، الفولتية اللي ينطيها مضبوطة. هذا إلى ماذا يؤسس الضحى؟ يؤسس سؤال. نعم. يعني اليوم المواطن متلهف وكل ثقة بوزارة الصناعة حتى تقدم له منتوج ممكن يعتمده. اسمحي لي. طيب إذن المواطن وياكم والحكومة وياكم حاليا وزارة الصناعة، إن شاء الله ماكو معقلات، هل المواطن يستبشر خير في الأيام المقبلة؟ أكيد. حاليا وزارة الصناعة ولأول مرة تضع أسس صحيحة لمسار عملها. زين. من خلال الشراكات مع القطاع الخاص تم تقويم عدد من عقود الشراكة من خلال لجنة شكلها سيد الوزير، قسم من عقود الشراكة تم فسخها
وقسم تم تقويمها بالمسار الصحيح بالشكل الصحيح ودعم الشراكات الناجحة، فكان هناك عدد من العقود الشراكة بصراحة غير مجدية ومتلكئة. شنو السبب؟ متلكئة عن العمل، أن الزجاج في محافظة الأنبار الشركة العامة لصناعة الزجاج والحراريات متلكئة حالياً، إجراءات فسخ العقد بشكل قانوني وإعادة طرحها مرة أخرى إلى الاستثمار. هناك عقود متلكئة مثل ما ذكرت لحضرتك، وجه معالي السيد الوزير بفسخها، وعقود تم تقويمها بشكل صحيح. أما الشراكات الناجحة فوجه بدعمها بشكل كبير جداً، ولدى الوزارة أيضاً ومن خلال فضائياتكم الموقرة دعم القطاع الخاص لدى وزارة الصناعة والمعادن. تم دعوة الشباب الخريجين اللي عندهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للتقديم على منع آلية منح القروض لهذه المشاريع تصل إلى 20 مليون. هذه المبادرة بالتعاون مع البنك المركزي بين وزارة الصناعة والبنك المركزي. لكن هذه المبادرات سابقا خاصة الشراكة مع القطاع الخاص لم تحقق شيئا على أرض الواقع. اسمحي لي ست، أنا ذكرت لحضرتك أنه الشراكات مع القطاع الخاص اللي داخل بها وزارة الصناعة والمعادن تم تقويمها بشكل كبير. لدينا شراكات ناجحة جدا مع القطاع الخاص. بالمناسبة من أذكر لك القطاع الخاص مو شرط أنه يكون قطاع خاص عراقي، لا، قطاع خاص أجنبي أو عربي أو محلي. مو شرط أنه يكون قطاع خاص عراقي، لا، داخلين بشراكات ناجحة في عدة مجالات. أما المبادرة الحالية اللي أطلقتها المديرية العامة للتنمية الصناعية لدعم الشباب الخريجين، هذه مبادرة مع البنك المركزي. لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية مشاريع خاصة بالقطاع الخاص العراقي، تمام، غير الشراكات اللي داخلة بها الوزارة. هذا شو قد راح توظفها من الخريجين صبحا؟ هاي مبادرة خاصة أطلقتها التنمية مثل ما ذكرت لحضرتك مع البنك المركزي، تصل القرض الواحد أقصى حد إلى 20 مليون. تم إطلاق الآلية للتقديم على هذه المبادرة من خلال موقع الوزارة، الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال الصفحة الرسمية لوزارة العفو للمديرية العامة للتنمية الصناعية، وممكن أي شاب يقدر يقدم على هذه المبادرة. أكو فد شروط، أكو فد أشياء؟ أكيد أكيد، إحنا ذاكريها كلها هاي الآلية، لأنه ممكن يأخذ العشرين ومشروع يكون فاشل. لا طبعا، لا طبعا، أكيد وفق دراسة جدوى خاصة بالمشروع. نعم، فأنتم تابعين هذا الموضوع بشكل أكيد كامل. أكيد المواطن عنده عتب على وزارة الصناعة، يقول لك إحنا ما عندنا معمل واحد الآن بدأت تتحرك هذه الأمور. فيا ترى ليش يعني العراق كان السباق في الصناعة، وحضرتك تحدثتي عن الإسمنت هو الأفضل عربيا. المواطن اليوم عنده عتب، يقول لك إحنا ليش ما عندنا مصانع؟ يعني مصانع موجودة لكنها معطلة سطحها. ليس كل المصانع معطلة، ذكرت لحضرتك المصانع عددها تابعة للوزارة. يعني عندك 104 أكيد مو كافية، أكيد مو كافية، أكيد مو كافية. 104 مصنع معطل مثل ما ذكرت لحضرتك، مصانع تم طرحها إلى الشراكة مع القطاع الخاص، هذه مصانع استراتيجية ضخمة. أكيد ما راح نلمسها حاليا، بعد عدة سنوات. وهناك صناعات تفصيلية أخرى، عندنا الألبان، هاي الألبان لا موجودة بالأسواق المحلية، المواطن دي يشتريها. أنا بنفسي أدخل إلى الأسواق أشوف المنتج مال الألبان أبو غريب موجود، ويفضل المواطن العراقي لأنه بدون مواد حافظة، بينما المستورد اللي موجود بالأسواق كله مواد حافظة. فالمصانع موجودة والشغل موجود. بس أنا القصد من سؤالي، حضرتك ذكرتي كل هذه التفاصيل، القصد من سؤالي ليش ما تكون يعني معامل أو مصانع بسيطة؟ يعني لا نروح على الصلب، مثلا مصنع ألبان آخر، ليش إحنا فقط عندنا أبو غريب؟ ماشيين بهذا الاتجاه. معمل حليب بلادي تم إعادته مرة أخرى، ودي ينتج حاليا حليب بلادي. نعم. ولدينا معمل الفلوجة إن شاء الله أيضا سيتم تأهيله ليكون ساند إلى معمل ألبان أبو غريب، أيضا معمل ألبان في الفلوجة. جيد. فهي كلها مثل ما ذكرت لحضرتك أسس صحيحة لعمل وزارة الصناعة والمعادن. أما بالنسبة للقطاعات والمؤسسات الحكومية الأخرى مثل ما ذكرت لحضرتك، سواء النفط أو الكهرباء، فهناك تعاون كبير جدا بين الوزارة والوزارات الأخرى. طيب
طيب هل راح المواطن يلمس ان شاء الله كل هذه التطورات خلال 3 أو 4 سنين؟ اكيد. لو ممكن احنا نقلل الفتره لتعم الفائده على الجميع. اكيد راح يلمس المواطن خلال السنوات الـ3 أو الـ4 راح يلمس هذه المشاريع، وان شاء الله تعاد مره اخرى الى العمل مثل ما كانت الكبريت والفوسفات والزجاج والحراريات، هاي كلها مشاريع ضخمه استراتيجيه مهمه. اليوم احنا عندنا بطاله مقنعه وعندنا بطاله نعم. واضحه سطحة. سؤال لحضرتك، هل ممكن ان نتغلب على هذه الافه؟ لان هذه الافه قامت تفتك بالمجتمع بشكل مخيف. ليس فقط في وزاره الصناعه والمعادن، في عدد كبير من وزارات الدوله هناك بطاله مقنعه تعاني منها اغلب الوزارات. اي شنو سببها؟ سوء اداره ولا الموظف ما عنده ضمير؟ لا ما له علاقه الموظف هوايه يكون مثلا صار عدد كلش هوايه بالوزارات، فما لها علاقه انه الموظف غير كفو، لا بالعكس الموظف يريد يشتغل. ممكن صحيح، لكن اكو بعض الموظفين يعني 4 موظفين حتى يتابع قضيه مواطن واحد وما يقضيها. هاي اللي تخص الخدميه بتعامل مع المواطن. احنا اللي عندنا بتعامل مع المواطن هي المديريه العامه للتنميه الصناعيه والعلامات التجاريه، هاي مع صناعيين. وجه معالي السيد الوزير بتسهيل كل الاجراءات المقدمه للصناعيين. طيب. سواء في قسم العلامات التجاريه ليسجل علامه تجاريه، التسجيل يكون في وزاره الصناعه والمعادن فقط في كل العراق، في كل محافظات العراق. وجه بانجاز معاملات تسجيل العلامه التجاريه باسرع وقت ممكن، بدل ما كانت النشره التجاريه تصدر مره بالشهر اصبحت تصدر 4 مرات بالشهر. جيد، يعني فالمواطن ممكن يكون تسهيل عمليه. اكيد. وبالنسبه ايضا للمديريه العامه للتنميه الصناعيه هناك خدمات تم اطلاقها ضمن بوابه اور ليكون التقديم على المشروع الصناعي الكترونيا دون الحضور الى المديريه العامه للتنميه الصناعيه لتقليل الروتين الموجود بدوائر الدوله. كل هذه ايش قد تتوقعيها راح تقلل من البطاله؟ البطاله بصراحه يعني اكيد خريجين هوايه ست، خريجين مستمرين سواء كليات حكومية أو كليات أهلية، فالمؤسسات الحكومية إيش قد ما تستوعب فهو موجودين خريجين يطالبون بعمل. ممكن القطاع الخاص؟ أكيد، مثل ما ذكرت لحضرتك مبادرة تم إطلاقها هي هاي لتفعيل القطاع الخاص، هاي المبادرة هي لدعم الشباب الخريجين اللي عنده مشروع صناعي يقدر يجي للمديرية العامة للتنمية الصناعية يقدم على القرض البنك المركزي لإقامة المشروع مالته. بس احنا هذه المشاريع مال تفعيل القطاع الخاص سمعناها من سنوات سطحة، والكثير من الأموال الطائلة صرفت عليها لكن بدون جدوى. بس اسمحي لي حضرتك مدى تفصلين بين الشراكة مع القطاع الخاص وبين الصناعيين اللي الخدمات اللي تقدم للصناعيين؟ لا أنا دا أعني حتى اللي دا تقدم للصناعي شنو اللي حققت على أرض الواقع سطحة؟ مشاريع كثيرة جدا في كل محافظات العراق. لا. هاي المشاريع سواء لكل الصناعات الإنشائية الغذائية الكيميائية كل هذه مشاريع قطاع خاص موجودة بكل المحافظات. إيش قد قدرت تقلل من البطالة؟ عمال كثير يشتغلون. يعني عندك رقم؟ لا أكيد طبعا ما عندي. خلينا نقول بالآلاف، خلينا نقول بالمئة. طبعا بالآلاف أكيد بالآلاف. زين ممكن احنا نفعل هذه المصانع حتى يكونوا مفعلة ودا تشتغل؟ يعني مشاريع القطاع الخاص مفعلة ودا تشتغل. نعم، هل هي كافية؟ واليوم المواطن يقول لك لما هي مفعلة ولما الموظفين ترسوا الدوائر الحكومية لعد ليش اكو بطالة؟ الدوائر الحكومية ما لها علاقة بمشاريع القطاع الخاص. بلغة المواطن. نعم، المشاريع القطاع الخاص تعمل وانتاج جيد جدا وفي كل محافظات العراقية، ومثل ما ذكرت لحضرتك بكل المشاريع إنشائية الغذائية الكيميائية المشاريع التفصيلية كلها، هاي كلها مستوعبة خريجين وعمال وفنيين كلها مستوعبتها مشاريع القطاع الخاص. زين سطوح، أريد من حضرتك رسالة اطمئنان للشباب اللي عينهم على الله وعلى وزارة الصناعة، يترجون ان شاء الله بعد الله بيكم. مثل ما ذكرت لحضرتك مبادره اطلقناها للشباب الخريجين يحضرون الى المديريه العامه للتنميه الصناعيه ويقدم مشروعه سواء كان صغير او متوسط او متناهي الصغر،
يقدم على الآلية، والقرض اللي راح يستلمه من البنك المركزي يصل إلى 20 مليون. هذه أكيد أكبر إسناد للخريجين. نعم. اليوم أنتم كوزارة إيش تحتاجون حتى تسيرون بخطى أسرع، بخطى نحو إنجازات، افتتاح مصانع جديدة؟ يعني إحنا حقيقة نريد نشوف شيء هذا على أرض الواقع. أكو افتتاحات. يسعدنا القطاع الصناعي. تم افتتاح عدد كبير من المصانع. تم افتتاح مصنع المرشات محورية، مصنع هذا المرشات في الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية. هاي المرشات تنتج وفق مواصفات فالي الأمريكية بطاقة 1100 مرشة سنوياً. هذا تم افتتاحه خلال العام الماضي من قبل السيد وزير الصناعة والمعادن. كامل المرشات حالياً عقد بيننا وبين وزارة الزراعة لتجهيزهم ب 1370 مرشة. هذه المرشات أنا بنفسي رحت للفلاح وسألت الفلاح عن جودة هذه المرشة. طيب. تم إهدائها بالمناسبة، هذه المرشة تم إهدائها من قبل السيد وزير الصناعة والمعادن خلال الافتتاح إلى أحد الفلاحين اللي كانوا حاضرين. فرحت سألته قلت له المرشة شلونها اللي استخدمتها؟ قال أفضل نوعية جودة. قال حتى الجودة للمحصول أفضل. هذه المرشات أيضا تم مثل ما ذكرت لحضرتك افتتاح مصنع الإطارات في محافظة النجف. تم افتتاح مصنع سماد الداب، مصنع سماد الداب اللي تم افتتاحه مؤخرا في محافظة البصرة بطاقة 500,000 طن سنويا أيضا بالشراكة مع القطاع الخاص. هاي المرحلة الثانية اللي تم افتتاحها وبقيمة مضافة عالية. طيب. للمصنع. وأيضا الخط الإنتاجي لسماد اليوريا، مصنع الصب المستمر في محافظة بغداد التابع للشركة العامة للصناعات الفولادية، هذا أيضا ينتج ألواح حديدية اللي هي البلت اللي المادة الأولية مالته اللي هي السكراب. هذا تم افتتاحه في محافظة بغداد. طيب كان سؤالي لحضرتك ايش قد تحتاجون وماذا تحتاجون من الحكومة حتى تنجزون؟ الحكومة يعني اليوم عندكم انجازات الحكومة كبيرة. الحكومة دعم كبير للصناعة. نعم. ومستمرة بدعمها للصناعة. مثل ما ذكرت لحضرتك لأول مرة وزارة الصناعة والمعادن يتم فيها وضع أسس صحيحة لمسار عملها. نعم. شكرا جزيلا الأستاذة ضحى الجبور المتحدثة الرسمية لوزارة الصناعة والمعادن. شكرا جزيلا على كل ما تفضلتي به من هذه الإيضاحات ونورتينا في حلقة اليوم. إذا ملفنا الثاني راح يكون عن انطلاق الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الإعدادي، وراح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سعد. مع بداية ساعات الصباح الأولى توجه أكثر من 650 ألف طالب وطالبة لأداء الامتحانات الوزارية للمرحلة السادسة الإعدادية. توقيت مبكر يحاول الابتعاد عن ضجيج الازدحامات ويبحث عن أجواء معتدلة تتماشى مع ما توفره الوزارة من استعدادات لخلق أجواء مناسبة لكافة الطلبة. الوقت الامتحاني كلش كان مناسب إنه ودخولنا للقاعة كان كلش حلو والأجواء حلوة يعني مناسبة للطالب، والأسئلة كانت كلش حلوة وسهلة وماكو أي خوف ولا قلق من شفنا الأسئلة. جملة من الإجراءات والتأكيدات أبرزها قطع الأنترنت تجنبا للغش وتسريب الأسئلة، تبعتها تطمينات للطلبة من عدم وضع أي أسئلة من خارج المنهج، إضافة إلى توفير المستلزمات اللوجستية داخل المراكز الامتحانية بدعم من رئيس مجلس الوزراء للقطاع التربوي. يعني القاعة بتاعنا كانت جيدة ويعني امتحانات سهلة، وكانوا يعني حاطين فكرة ببالنا انه تشدد وماكو اي تشدد بالموضوع، يعني حال الامتحان اليوم ويساعدونا كانوا يعني كلش لطيفين ويانا وتعاملهم جيد وما كان يعني اكو اي يعني خوف. اليوم نشوف من يقطعون لنا التالنيت حتى الاسئلة ما تتسرب، والاسئلة قاعدة تجي من المنهاج نفس المنهاج، ونتمنى الموفقية لجميع الطلبة ان شاء الله، واللي يقرا ماكو شيء صعب. جهد مشترك بين الوزارة الخدمية الأمنية والتعليمية لتقديم كافة التسهيلات لتحقيق أعلى نسبة نجاح لجيل جديد يسعى لإيجاد مستقبل واعد، فبالقلم تتقدم الشعوب. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. ملفنا الثاني راح يكون مع رئيس مركز القمة للدراسات الأستاذ حيدر عرب الموسوي. حياك الله أستاذ. حياكم الله. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. خلينا نحكي عن واقع الطلبة في العراق، أنترنت مقطوع
وكهرباء ماكو، درجات حرارة مرتفعة، اليوم شو نشوف؟ كيف تقيم الامتحانات في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية طيبة لقناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام. حقيقة ما أردنا أن نقيم الواقع التربوي والتعليمي في العراق، أنا أعتقد هو دون الطموح، باعتبار بعد التغيير كنا نعتقد أنه سوف يكون أو الاهتمام سوف يكون بالجانب التربوي والتعليمي. هذا الجانب سابقا في فترة التسعينات والثمانينات كان هنالك إهمالا، لربما مقصود أو غير مقصود، لربما ظروف الحرب والحصار الاقتصادي، لكن كان هنالك إهمالا للواقع التربوي والتعليمي، لذلك كانت هنالك تدني وتراجع بأعداد الطلبة، كان هنالك حقيقة تسرب الطلبة الكبير جدا من مقاعد الدراسة. بعد عام 2003 كنا نتصور أن النظام الجديد سوف يتوجه، باعتبار نحن نعلم أنه اللبنة الأساس لبناء أي مجتمع ولبناء أي سلطة حقيقية واقعية تستطيع أن تدير مؤسسات الدولة بشكل حقيقي هو أن تهتم بالواقع التربوي والتعليمي، باعتبار هم من يبنون البلد. لكن للأسف شاهدنا هنالك عدم اهتمام في هذا القطاع. كيف قيمنا عدم الاهتمام؟ أولا لحد هذه اللحظة نحن نعاني من مشكلة اكتظاظ الطلاب في المدارس، أي معنى نقص واضح في الأبنية المدرسية والبنى التحتية للمدارس، من ثم حقيقة لحد الآن لا توجد هنالك رؤية تربوية حقيقية للاستقرار على منهج واضح. التغيير مستمر للمناهج، قضية الامتحانات أيضا لا يوجد هنالك استقرار، الواقع لإدارة العملية التعليمية والتربوية أيضا يشوبه الكثير في هذا الجانب. اختيار أيضا الشخصيات المناسبة حقيقة لإدارة الملف التربوي أيضا تحتاج إلى مراجعة في هذا الموضوع. الدورات التطويرية للكوادر التعليمية بعد تغيير المناهج بس أيضا، هذه الحلول كلها موجودة وكلها أمام أنظار المسؤولين اللي حتى ما يردون على تليفوناتهم حتى نفهم منهم بشكل موضوعي وبشكل مهني. ليش ما تطبق هذه الحلول أستاذ حيدر؟ يعني التشخيص موجود لكن لحد هذه اللحظة لا توجد. يعني أنا جمعتني كثير من اللقاءات مع كثير من الأخوة المختصين بالجانب التربوي، من مدراء عامين، من مشرفين، من مرشدين، من استشاريين في وزارة التربية، الجميع يعلل الموضوع على نقص التخصيصات المالية من قبل مجلس الوزراء حقيقة لوزارة التربية. طيب هنا سؤال يطرح نفسه، ما كانت هنالك نقص بالتخصيصات، أين دور الوزير؟ نحن نعلم أنه تبدأ قضية بناء الموازنة العراقية من خلال نقاشات مجلس الوزراء العراقي مع رئيس الوزراء، من ثم تخرج هذه الموازنة لتذهب إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها. أين دور السيد وزير التربية في هذه القضية؟ كان من المفترض أن يحدد ماذا يحتاج، أن يحدد مثلا المبالغ أو التخصيصات المالية الكافية لطبع المناهج، للدورات التطويرية للمعلمين والمدرسين، لإدامة البنى التحتية للمدارس، لبناء المدارس الجديدة. نعم الحاجة كبيرة، لربما يكون طلبه الحكومة واعتها هذه التخصيصات. لماذا لا يخرج أيضا إلى الشارع العراقي؟ لماذا يعني جميع الوزارات تتحمل النقد من المختصين، النقد من المواطن العراقي دون الرد؟ أنا أعتقد عدم الرد إذن لا يوجد هنالك شيء من أجل أن يردوا به هذه القضية. لماذا لا يخرج السيد وزير التربية ويقدم الملف الذي قدمه وتم رفضه من قبل مجلس الوزراء العراقي، فليتحدث أنه قد قدمنا دراسة متكاملة لمعالجة هذه المشاكل الموجودة وتم رفضها، وبالتالي لا يبقى حقيقة عرضة إلى النقد. بالتالي إذ ما سكت سوف يكون عرضة إلى النقد. طيب. وهذا السكوت يعلل ويعطي سبب على أنه لا يوجد هنالك حلول. بس حضرتك أنت عللت هذا الموقف، لكن أريد أسألك، هل اليوم الأجواء مهيئة للطالب العراقي مع قطاع الأنترنت، مع درجات الحرارة المرتفعة، مع الوقت المبكر لأداء الامتحانات ويعني يستمر بارتفاع درجات الحرارة بشكل مخيف؟ يعني لحد الآن لا توجد هنالك رؤية دقيقة من قبل وزارة التربية لإدارة الملف الامتحاني. الملف الامتحاني هو أصعب ملف باعتبار هو الخاتمة لأداء عام كامل، إذن يجب أن تكون إدارته بشكل دقيق جدا.
اختيار الوقت المناسب، آلية يعني هذه الامتحانات. المشكلة اللي حدثت في المركز أنه تم تغيير المراكز بالساعات الأخيرة، يعني قبل أن تبدأ الامتحانات، وبالتالي يجي الطالب محددين له مركز امتحاني، يوصل للمركز ما يلقى المركز اللي يمتحن به، يضطر أن يبحث عن المركز اللي تم تغييره أو نقله، بالتالي هذه مشكلة. من اللي يتحمل هاي المشكلة؟ طبعا وزارة التربية، وأنا أقول يتحملها الشخص وزير التربية، إذ ما كان لديه علم بهذه القضية وإذ لم يكن لديه علما يجب محاسبة الأشخاص القيمين على هذا الملف، ملف الامتحانات. أيضا بنفس الوقت يعني إحنا كان الامتحان هو امتحان المادة الإسلامية، سجلنا ملاحظات على الأسئلة التي أتت للحقيقة الفرع العلمي، يعني أسئلة لم تكن متوقعة. تحدث عدد من الطلاب أنه الأسئلة من المحذوفات أتت أسئلة، هي مو بهالتعبير الدقيق لكن هذا ما توصل إليه الطالب والتلميذ وتحدث بهذه النتيجة. هنالك شيء معروف لدينا نحن كتربويين أنه هنالك مادة إثرائية موجودة في الدرس الإسلامي أو مادة الإسلامية، أو خاطر تكون واضحة للمتلقي، مادة فكرية أو للإطلاع كنا سابقا نسميها هذه المادة، أتت أسئلة من هذه المواد الإثرائية، أعتقد سؤالين أو أكثر من هذه المواد الإثرائية. هذه المواد الإثرائية حسب المنهج المعمول به سابقا كانوا الطلاب يمرون عليها، أو حتى في بعض الأحيان كانوا حتى المدرسين يمر عليها مرور الكرام إن لم تترك في هذا الجانب. اجت أسئلة في هذه القضية. سيدتي الكريمة، أنت تعلمين أنه خاصة الفرع العلمي يحتاج إلى الدرجات العالية باعتبار أغلب الطلبة طموحهم يا أما المجموعة الطبية أو المجموعة الهندسية، يتعرض بانتكاسة من أول مادة وهي تعتبر المادة نفسها. نعم. سؤالي لك، هذه الأخطاء ليست أول مرة، هذه تكرر في كل امتحانات للوزارة، وأنا وحضرتك تحدثنا بهذه الأخطاء تقريبا كل عام أستاذ حيدر. شو كنت توقف هذه الأخطاء؟ عندما نجد الشخص المناسب في المكان المناسب، وبالتالي أنا من أجي أحدد الأخطاء ولا أجد لها علاجات، أو حقيقة لا أتحرك لوجود أو لحلحلة هذه المشاكل. لماذا؟ لحتى هذه اللحظة لدينا مدارس كرفانية، والمدرسة الكرفانية أنا عبرت عنها تذكرين في اللقاء السابق، قلت هي عبارة عن حقيقة علبة صفيح. أي صحيح. حتى أنه عملية بناء هذه الكرفانات ما تتلائم مع الأجواء الحارة العالية، تحتاج إلى تدوير هواء، تلقين الباب والشباك من نفس الجهة والجهة الثانية مغلقة تمام، بالتالي كيف راح يكون تيار هواء داخل هذا من أجل تغيير هذا؟ واحد، الصفيح ترتفع درجة حرارته عالي، يعني كان يحتاج إلى عازل معين، وبالتالي حتى هو هذا الصف المصنوع من الصفيح هو لا يصلح لأن يكون صف جاذب للطلاب. طيب. أكو متاجرة بالأسئلة؟ أكو عدم تكافؤ بين الفرص بين المتنافسين لو لا؟ أنا أعتقد هنالك فارق كبير باعتبار هنالك الأغنياء يستطيع أن يرسل أبناء إلى مدرسين خصوصيين، معاهد لربما متطورة وعالية، مدارس أهلية، لكن الإنسان الفقير راح يضطر أن يبقى بنفس المدرسة الحكومية التي سجلنا كثير، يعني ليس جميع المدارس لكن أغلب المدارس الحكومية أعداد طلاب عالية. هذا وين يتهم الدرس بعد؟ يعني أكيد راح يروح على مدرس خصوصي، وبالتالي الطبقة الفقيرة اللي رواتبهم من الرعاية الاجتماعية راح يقدر يوفر لابنه مدرس خصوصي إلى راتب يمكن 250 ألف دينار يقدر يوفر له، يقدرون. إذن لا توجد هنالك عدالة حقيقة في هذا الموضوع، وبالتالي سوف نشهد هنالك طبقة معينة سوف تحصل على الدرجات العالية ولربما تذهب إلى الجامعات التي ترغبها، والآخرين حتى وإن كان مستواها العلمي جيد لكن لا يستطيع. اسمح لي أستاذ حيدر أن أرحب بمدير عام تربية الكرخ الثالثة الأستاذ الدكتور سعد الربيعي، حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وجميع مستمعيكم. أهلا وسهلا، حياك الله. ما هي أبرز تفاصيل انطلاق الامتحانات الوزارية للسادس إعدادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان اليوم الأول للمرحلة الأدبي ويوم أمس للمرحلة العلمي. جميع الأمور الحمد لله تسير على ما يرام.
هنالك تنسيق عالي بين وزارة التربية والوزارات الأخرى المعنية بدعم الامتحانات، كما هو الحال في وزارة التعليم العالي. تدرون أنتم أغلب الامتحانات تكون في الجامعات، وكذلك التنسيق عالي مع وزارة الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات. والمديريات العامة في الوزارة تعمل جاهدة لتقديم كل الخدمات ووسائل الراحة، يعني من الماء البارد، من المكيفات، من التباريد إلى آخر شيء من ذلك. الحمد لله الأمور طيبة في اليوم الأول واليوم الثاني، هنالك ارتياح لدى الطلبة، هنالك بعض الهفوات هنا وهناك يتم معالجتها خلال المتابعة المباشرة. شنو هي هاي الهفوات دكتور سعد؟ نعم، أنتم مثل ما تعرفون يعني أكثر من 3000 مركز تحمي على عموم العراق. إذا يحدث في مركز أو مركزين أو 15 هنا وهناك، هنالك توجيه مباشر من قبل معالي وزير التربية، إنه المتابعة من قبل المديرين العامين للمديريات والمعالجة الآنية والسريعة لهذه الحالات. طيب، هل بالفعل في أسئلة الإسلامية للسادس العلمي جاء سؤال أو سؤالين من الأسئلة الإثرائية في المادة؟ لأن الطالب جاي يشكل على هذه النقطة. يعني صراحة أنا ما شاهدت خلال تجوالي في المراكز الامتحان، يعني يوميا عندي تجوال ويا الطلبة وأسألهم شنو الأسئلة، شنو نوعها، طبيعتها، ولا طالب أشكل علي وقال لي أستاذ هذا السؤال ما موجود عندنا ولا إحنا مشافي. لكن تدرون أنتم يعني اكو ضجة احيانا يثيروها حتى يشوشون على الامتحانات او يشوشون على الطلبة ويعني مشاعرهم ويثيرون بعض اللغط اللي موجود. لكن انا خلال مشاهدتي الحية المباشرة مع ابنائنا الطلبة ماكو احد بلغني انه اكو سؤال كذا او سؤال كذا. طيب، اكو مشكلة اخرى ايضا وردتنا دكتور سعد، تبديل المراكز الامتحانية قبل دقائق من اداء الامتحان، هذا سبب دربكة وسبب فوضى لدى بعض الطلاب، وبالتالي طارت المعلومات وطارت الفكرة من باله. هل هذا الشيء بالفعل حدث؟ يعني أنا إذا تسألين على مديريتي ما صار عندنا هذا الحالة. إذا أكو في مديرية معينة ممكن تسألون المدير العام المختص بهذا. تحدث عن مديريته. نعم، ولكن أنا أتحدث عن مديرية حضرتك. لم تسجل أي خروقات من البارحة لليوم؟ يعني شنو الخروقات اللي أي خروقات لم تسجل؟ يعني شنو نوع الخروقات؟ حتى تسريب أسئلة، تغيير قاعات امتحان، طبعا. حالات غش من بعض الطلبة. حالات الغش موجودة، تم اكتشاف حالات غش، وهذا ما يعتبر خرق، بالعكس هذه رصانة للامتحانات. إنه هنالك متابعة ومراقبة صحيحة وحقيقية أدت إلى كشف بعض أجهزة الغش، وهذا تعتبر من رصانة الامتحانات وليس خروقات. طيب، شكرا جزيلا مدير عام تربية الكرخ الثالثة الأستاذ الدكتور سعد الربيعي، حياك الله وشكرا جزيلا. إذا سمعت ما تفضل. يعني أنا قضية المادة الإثرائية أنا ما سمعت الرد، يعني كان الصوت منخفض، لكن أنا قال ماكو هيك شيء، يعني الإشاعات تؤثر على أكد لي. أنا قبل لا أجي لقناتكم اتصلت، نعم، من أجل أن أتأكد من المعلومة اللي وصلت لي. يعني أنا سمعتها من الطلاب أنه مثل ما حكيت لك انه يابا اكو اسئله من المحذوفات اجتنا. هو المحذوفات شو يقصد بيها؟ باعتبار احنا سابقا هنالك بعض المواد اثرائيه، بعض المواد للتفكير او للاطلاع لهذا الموضوع. هذه الماده حقيقه لم تكن موجوده في السنوات السابقه ان توضع منها اسئله. السنه تفاجئ بها الطالب. جناب المدير العام أنا أعتقد يعتبر الوضع طبيعي باعتبار أنه مادة موجودة بالكتاب وكانت منها أسئلة، لكن تدقيق للأمر وللأمور أنه هذه المواد سابقا ما كان أكو منها أسئلة تجي للطالب، ولا كان أكو مثلا تدريب من قبل المعلمين والمدرسين للطلاب والتلاميذ أن يستعدوا، لربما تأتي من هذه المواد أسئلة وبالتالي يكون تركيز عليها، وبالتالي مضى الطالب على نفس النظام اللي كان معمول به سابقا، أنه هذه المواد
الإثرائية ما من الممكن أن يكون منها أسئلة، لكن بطبيعة الحال السيد المدير العام يتحدث عن مادة موجودة في الكتاب، موجودة علميا، لكن هي عند الطالب هذه عند الطالب غير موجودة. هنا وين النقطة؟ هنا النقطة مشكلة بآلية التعليم والتدريس في هذه القضية. إذ ما كانت لدى الوزارة نية بأن تكون الأسئلة من هذا النوع، نحن يجب أن يكون هنالك تدريب من المعلم للطالب والتلميذ على هذه الآلية. أنا مو قضية غش واختفاء أتعامل مع الطالب، مو بهالشكل. أنا إذا كانت لي نية لتغيير نمط الأسئلة لآليات يعني تفكيرية جديدة. حضرتك خبير تربوي، شنو رأي حضرتك بالأسئلة أنا السنوات الماضية وللعام الحالي؟ لحد هذه اللحظة في كل سنة تخرج لنا آلية حقيقة لوضع الأسئلة لربما تربك الطالب والتلميذ. شاهدنا في سنوات ماضية كان حتى خطأ بصياغة الأسئلة، وفي اللحظات الأخيرة تأتي التعليمات بالتغيير، أو في اليوم الآخر يعتبرون هذا السؤال ملغياً. بالتالي هذه المشاكل عندما تتكرر في وضع الأسئلة فهذه طامة كبرى. ما من الممكن أن تعاد هذه المشاكل ويقع بها معد الأسئلة أو وضع الأسئلة كل سنة، ما من الممكن. اللجنة الفنية لوضع الأسئلة ليش دائما توقع بهذه الأخطاء؟ هل الفكرة حتى تتيه الطالب؟ يعني هي متعمدة تربك الطالب؟ أنا أعتقد يعني ما أقدر أتحدث وأقول أنه القضية متعمدة في هذه القضية، لكن هذا خلل، والخلل يعني إذا ما تكرر يجب أن يكون هنالك تحقق وتحقيق من قبل الوزارة. لماذا لماذا الصمت؟ من المفترض أن يكون هنالك تحقيق من قبل أو إشارة أو أمر من قبل الوزير بالتحقيق بهذه القضية. لماذا يتم تكرار أو الوقوع بهذا الخطأ في كل سنة؟ أنا لا أريد أن أتهم أشخاص بعينهم في هذا الموضوع، لكن أقول لماذا يتم هذا التكرار في الوقوع بنفس الخطأ بوضع الأسئلة؟ يا أما يأتي سؤال خاطئ أو صياغته خاطئة أو من المواد المحذوفة. لماذا تتكرر الأخطاء؟ تتكرر الأخطاء. أستاذ حيدر، يبقى حق الرد مكفول لكل الجهات التي وردت اسمها في البرنامج. رئيس مركز القمة للدراسات الأستاذ حيدر عرب المساوي، حياك الله، نسأل الله لك كل التوفيق. قبل أن نروح وياكم لموجزنا الخبري، خلونا نشوف أبرز الآراء في منصة إكس حول اعتقال الحجاج العراقيين من قبل السلطات السعودية، وأبرزهم المحلل السياسي عماد المسافر. والآن نصل بكم إلى الموجز الخبري لأبرز الأخبار المحلية لهذا اليوم. السودان يوافق على تأسيس ودعم مشروع البطل الأولمبي المتمثل لتحقيق إنجاز أولمبي في أولمبياد استراليا. النزاهة تعلن ضبط 3 متهمين بانتحال صفة الابتزاز والرشوة ورز مخلفات بتنفيذ مشاريع بأكثر من 2.5 مليار في نينوى. وزارة التجارة تعلن انتهاء الموسم التسويقي للحنطة في 9 محافظات، وتخطى العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي.
السكك الحديدية تعلن إعادة 70% من الخطوط إلى الخدمة والعمل بخطة من شقين لرفع التجاوزات. أخيراً مديرية الدفاع المدني تعلن وفاة 4 عمال يحملون الجنسية العربية بعد إخماد حريق اندلع بمخازن تجارية مخالفة وسط بغداد. الحصاد انتهى، شكراً على كرم المتابعة وتصبحون على خير.